عدو البشرية أغرق العالم أجمع في سيناريوهات لم تكن في الحسبان، قلب جميع الموازين وأحدث تغييرات جذرية في كافة مفاصل الحياة. فرضت العديد من القيود والإجراءات من أجل سلامتنا، ولكن القرار الأخير بإنهاء الحظر لا يعني أبداً رحيل الوباء، بل ما زال خطره قائم وموجود. مع رفع الحظر الجزئي بقرار من مجلس الوزراء، تقع مسؤولية كبيرة على المواطنين والمقيمين بالالتزام بالاشتراطات الصحية أكثر من السابق، لأن هذه مسؤولية مجتمعية. إذا حابين نرجع لحياتنا الطبيعية، يجب أن نستمر بالالتزام بالكمامات، التباعد الاجتماعي، غسيل الأيدي. مفتاح العودة إلى الحياة الطبيعية هو اللقاح. من منا لم يشتاق للالتقاء مع الأهالي وحضور المناسبات والفعاليات دون الخوف من نقل العدوى؟ عودة الحياة كما كانت في السابق مرهونة بتطعيم 70% من السكان. هناك العديد من كانوا مترددين في أخذ اللقاح وأخذ التطعيمات، تخوف بسبب الإشاعات اللي ممكن تصدر أو بسبب وسائل التواصل الاجتماعي في بعض المغالط اللي كانت تشاع. الجأوا إلى القنوات الصحيحة الرسمية لأخذ المعلومة الطبية الصحيحة. وليه من الحين إحنا قاعد نتكلم عن نتائج جيدة جدا، عندنا أدلة على أن الناس اللي اتطعمت حتى لو من أصيبت فيه الكورونا كان في وضع، يعني الآثار اللي نتجت عن هذا المرض أخف. رفع الحظر لا يعني أن المعركة انتهت، ويبقى الرهان الأكبر على وعي المواطنين والمقيمين ومدى التزامهم بالإجراءات الوقائية. اعتمادنا كليا على المواطنين والمقيمين في أنهم يلتزمون في إجراءات الحجر، في إجراءات الاحترازية من وزارة الصحة. عشان لغوا القرار الجزئي معناه هذا أنه خلاص ما نلتزم بالاشتراطات الصحية؟ لا، لازم الكل يتعاون، لازم الكل يتحد علشان نخلص من هذا الوباء. لنلتزم جميعا للعبور بهذه الأزمة إلى بر الأمان. بعد تفعيل قرار انتهاء الحظر الجزئي، يتطلب من الجميع مضاعفة تحمل المسؤولية والمراقبة الذاتية ورفع أعلى درجات الحيطة والحذر لعودة آمنة خالية من المخاطر. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.